السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد مخصصها لنقاش الانتخابات الطلابية ومستقبل التعليم العالي في موريتانيا مع مسؤول الكليات في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى. محمد المصطفى، أهلا بك. السلام. شكرا على تلبية الدعوة. بداية، لو بدنا بأهمية هذه الانتخابات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الكريم. في بداية هذه السانحة لا يفوتني أن أهني الطالب الموريتاني على هذه الانتخابات، انتخابات تمثيله في مجالس الإدارة والمجالس التربوية، وعلى إعطائه الثقة لنا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا لإيصال ذلك الصوت المبحوح الذي ظل طيلة 6 سنوات ممنوعا من الوصول إلى تلك المجالس والتأثير في مسار العملية التربوية الأكاديمية الخدمية في جامعة نواكشوط. فيما يخص مسار العملية، نعم، العملية الانتخابية أهميتها، خصوصاً أنه العملية كما هو يعرف الجميع أنه تم توقيف الانتخابات منذ 6 سنوات تقريباً، لم يتم الانتخاب على هذه المجالس، تم تعطيل هذا الجانب المهم في الحرم الأكاديمي، والآن تمت انتخابات، انتهت الانتخابات الآن مطلعها هذا الأسبوع، وما أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لكم؟ تكتسب هذه الانتخابات بالنسبة لنا في الاتحاد الوطني أهميتها من كونها تجعلنا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا نوصل صوت الطالب مباشرة في المجالس الإدارية، ونناقش عرائضنا المطلبية التي كانت تقام كل سنة لها مهرجانات في جميع المؤسسات. هذه السنة بإذن الله تعالى وبعد انتخابنا في المجالس سنوصلها مباشرة إلى المجالس الإدارية، ونناقشها في جداول الأعمال لهذه المجالس، ونحقق بإذن الله تعالى منها ما يصبو له الطالب الموريتاني في المجالات الأكاديمية والخدمية والإدارية. طبعا اتحادات عدة شاركت في هذه الانتخابات، حصل الاتحاد الوطني على 11 مقعد من مختلف المقاعد في الكليات. هذا يحيلنا إلى السؤال عن سير هذه الانتخابات، الإشكالات المتعلقة بتنظيمها، وكذلك مستوى التعاطي في مختلف هذه المراحل. نعم، نفتخر في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا هذه المؤسسة العريقة التي مضى على تأسيسها 22 سنة من النضال المتراكم والعطاء والتمثيل الجاد للطلاب الموريتاني والأمانة في إيصال مطالبهم والدفاع عنها بكل قوة. نفتخر بهذه النسبة التي أعطانا الطلاب الموريتاني وانتخبونا فيها، حيث أننا تحصلنا لوحدنا على 56%، وتحصل أقرب منافس لنا فقط على 26%. بالتالي نفتخر أولا بهذه النسبة التي أعطانا الطالب الموريتاني، ونعتبرها أمانة ثقيلة على أعناقنا سنؤديها بإذن الله تعالى بكل أمانة وبكل تفاني. بما يخص المسار العملي الانتخابي، كان مسارا مقبولا إذا ما استثنينا الخروقات التي بدأت به اللجنة التحضيرية من إقصاء لطلبة الماستر المحسوبون على الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وما يتعلق ببعض الإشكالات النسبية، حيث أنها طبقت النسبية في مقعدين في جميع المؤسسات. ونحن في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا لولا النسبية لكنا قد اكتسحنا جميع المؤسسات. نحن في الاتحاد الوطني اكتسحنا كلية الطب لوحدنا بنسبة فاقت كل التوقعات، وحصلنا على مقعدين مخصصين للطلاب. في بعض المؤسسات الأخرى مثلا 69%، أكثر من 50% في بعض المؤسسات. لولا النسبية لكنا قد اكتسحنا جميع المؤسسات، وبالتالي النسبية نعتبرها في مقعدين كانت ضارة للاتحاد الوطني لموريتانيا، لكن بعض النقابات للأسف اشترطتها وجعلتها شرطا للمشاركة في الانتخابات، ونحن طبعا تجاوزنا عنها من أجل الطالب الموريتاني ومن أجل أن يصل صوت الطالب الموريتاني ومن أجل أن تنظم هذه الانتخابات. لكن أيضا لما نظرنا إلى طبيعة الساحة الجامعية، من مصلحة الطالب أن يكون هناك تمثيل متعدد من مختلف الجهات، وهذا شيء طبيعي. فعلا يمكن أن نقول أنه بإمكان الطالب الموريتاني أنه مقبول أن يكون له تمثيل من أكثر من جهة، لكن لكن في العمل الديمقراطية علينا على المشرفين على الآلة الديمقراطية أن يحترموا لناخب قراره. إذا الطلاب إذا اختاروا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأعطوه ثقتهم بالنسبة المتعارف عليها، يجب أن تعطى لهم أن يسمح لهم باختيارهم وأن يعطى لهم الحق في تقرير اختياراتهم، حيث أن في جميع المؤسسات كل هذه جميع مكاتب التصويت 40 مكتب للتصويت كنا في صدارتها جميعا، فقط مكتبين هم الذين تساوينا فيما مع بعض النقابة الثانية، لكن 38 مكتب كنا نحن متصدرين فيها وبفارق مريح. في بعض المكاتب تحصلنا، خصوصا مرحلة الماستر، تحصلنا على 95% في بعض المكاتب. بالتالي على الطالب على الجامعة والجهات المشرفة أن تعطي الطالب حق الاختيار، لكن الطالب الثاني يختار الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يختاره على
تاريخه لأكثر من 22 سنة من النضال المتراكم والنضال الجاد والتمثيله المشرف في جميع المؤسسات وجميع السقاعات التي حصل عليها، يجب على الجهات الوصية أن تعطي لطالب حق اختياره وأن تتيح له تسمح له باختياره الاتحاد الوطني للطلبة الثانية. نعم، تم الحديث بشكل كبير على موضوع النسبية وأنه ربما تطبق النسبية في ثلاث مقاعد مثلا، مقاعدين. ما هي المطالب التي كانت عندكم في هذه النقطة تحديدا؟ شوف، نحن النسبية نحن نفتخر في الاتحاد الوطني بكون أول من طالب بإشراك بتوسيع مشاركة النقابات وإعطاء الآليات التي تسمح بتمثيل النسبي في المؤسسات، وأن سمحنا بها، لكن سمحنا بها لأجل الطالب الموريتاني، لأجل أن تجرى الانتخابات، لأن بعض النقابات الطلابية شرطت مشاركتها بالنسبية، ولو لم نقبل في الاتحاد الوطني بهذه النسبية التي تضرنا والتي تسمح لبعض النقابات التي لم يعطيها الطلاب ثقتهم بتلك النسبة أن يصلوا إلى المجالس، بالتالي نحن قبلناها فقط لأجل أن تجرى الانتخابات التي ظلت معطلة طيلة 6 سنوات والتي ظلنا في الاتحاد الوطني الصوت الوحيد الذي يطالب بها لأكثر من 6 سنوات. طبعا بعض النقابات الأخرى حينما أجرينا في الاتحاد الوطني الاعتصام الأخير الذي على إثره قبلت الوزارة وجاءت وصية بإجراء الانتخابات، لما كان في أول لقاء أن بعض النقابات طالبت تأخيرها وبعض النقابات علنت أنها غير جاهزة، لكننا في الاتحاد الوطني أصرينا على أن تجرى هذه الانتخابات مهما كلف الثمن ومهما كلف من تنازل لدينا في الاتحاد الوطني الثانية من أجل صوت الطالب، من أجل هذا الحق الذي نعتبره حقا للطالب الموريتاني، حقه في التمثيل وحقه في الانتخاب وحقه في أن يوصل من يمكن أن يدافع عن حقه ويصون له مكتسبات. نعم، طبعا بعد اكتساح الاتحاد لهذه الانتخابات هذا ما وصف بأنه اكتساح، الآن كيف ستنعكس هذه النتيجة على أداء الاتحاد في الجامعة؟ طبعا في الاتحاد الوطني الموريتاني طيلة هذه السنوات الست ظللنا الصوت الطلابي الوحيد الذي يدافع عن الطالب الموريتاني، الذي يكافح عن الطالب الموريتاني، الذي يطالب بمطالبه ويقف معه في كل مواقف المطالبة بالحقوق وكل مواقف رفع المظالم عن الطلاب، وهذا تشهد لنا به الساحات النضالية في جميع المؤسسات. طبعا ظللنا طيلة هذه السنة الصوت الوحيد الذي يدافع عن الطلاب، الصوت الوحيد الذي يطالب بتحسين الخدمات الجامعية، الذي يطالب بتحسين العملية الأكاديمية، الذي يطالب بتحسين المخرجات العلمية للطلاب الموريتانيين. الآن بعدما أعطانا الطلاب ثقتهم بهذه النسبة العالية جدا والتي كانت بنسبة 56% للاتحاد الوطني للطلبة الموريتانية وأقرب منافس تحصل على 26%، هذه النسبة الكبيرة تجعلنا في الاتحاد الوطني نشعر بفخر واعتزاز بإجراء هذه الثقة التي أعطانا الطلاب. وطبعا هذه الثقة نتيجة تراكم عمل الاتحاد الوطني للطلبة الموريتانية على تأسيسه نقطة نقطة وموقفا موقفا مع الطلاب الموريتانيين، وقف معهم في أزمة أكثر الطلاب الممنوعين من التسجيل، وقف معهم في كلية مشكلة كلية الآداب المتعلقة بالنظام الأمني، وقف مع طلاب كلية الطب، وقف مع جميع الطلاب الموريتانيين في كل مواقف المطالبة الحقوق. الآن وبعد أن أعطانا الطلاب وثقتهم وأوصلونا لمكان صنع القرار في جميع المؤسسات متصدرين وبفارق مريح على كل المنافسين، أن نوصل رسالة وعرائضة والمطلب بكل أمانة وعن قرب لجميع المجالس الإدارية بالله تعالى، وأن نناقشها وأن نضع الحلول المناسبة لها وأن نطور بالله تعالى معا الأداء العلمي والأداء الأكاديمي والجو العام للطلاب الموريتانيين والظروف التي تسير فيها العملية التربوية تسمح لنا أيضا بالمطالبة بتعميم المنحة للطلاب الموريتانيين بتعميم الماستر وتخفيض رسوم تكاليفها، تسمح لنا بالمطالبة بزيادة التخصصات في الليسانس بالنسبة لبعض المؤسسات، في تعميم الماستر وفتح ماسترات جديدة في مؤسسات أخرى لتأسيس مدارس الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي لإصلاح وتطوير مدرسة الدكتوراه الموجودة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، أن نطور التعليم العالي، أن نطور مخرجاته، أن نطور الجو العام الذي يدرس فيه الطلاب الموريتانيين، أن ننشئ مركبا جامعيا حقيقيا يستوعب الطلاب الموريتانيين، أن نبني أن نزيد من الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي الحالي، أن نزيد من الطاقة الاستيعابية للمطعم الجامعي الحالي، أن نطور النقل الجامعي الحالي، أن نزيد من الطاقة الاستيعابية للجامعة بشكل عام. نعم، طبعا هذه مهمة ليست بتلك السهولة بالنظر إلى مستوى الاختلالات البنيوية التي يعيشها التعليم العالي، مستقبل هذا التعليم والإشكالات التي يعيشها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل لهذا النقاش في برنامج المشهد، ابقوا معنا.
اهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه الانتخابات الطلابيه والاشكالات المتعلقه بالتعليم العالي في موريتانيا مع مسؤول الكليات في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبه موريتانيا محمد يحيى محمد المصطفى. اهلا بكم من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن سير الانتخابات، عن الاشكالات المتعلقه بالتنظيم والنتائج التي حصل عليها الاتحاد الوطني، ولكن هناك مهمه صعبه ومتجدده دائما مع كل انتخابات وكل نقاش حول التعليم العالي في موريتانيا، هو الإشكالات المتعلقة بالبنية التربوية في التعليم العالي في موريتانيا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الكريم، أهلا وسهلا بكم من جديد. بالنسبة لهذه الإشكالات المتعلقة بالعملية التربوية وإشكالات الحقيقية، إشكال حقيقي والتحدي الأبرز والأكبر الذي يواجهه منظومة التعليم العالي الوطني في موريتانيا في مرحلة الليسانس والأكبر منه هو على مستوى الماستر، لأن يعني للأسف أغلب الماسترات الموجودة خصوصا في كلية علوم القانون الاقتصادية ماسترات هي يمكن أن نقول أنها حبر على ورق، لأنها ماسترات أنشئت ولم تضع لها بعد المناهج العلمية المناسبة والمتناسقة مع مثيلاتها في العالم، وحتى جداولها الزمنية غير مضبوطة، وحتى أساتذتها بعض أساتذة غير موجودون. بالتالي هذه التحديات موجودة على مستوى الليسانس وموجودة على مستوى الماستر. بالاتحاد الوطني الموريتاني بإذن الله تعالى سنعمل جاهدين على أن نضع رؤية لكل هذه الاختلالات ما يتعلقونها بالليسانس وما يتعلقونها بالماستر، ونطرحها بالله تعالى الجهات الوصية ونناقشها معها ونعمل معا على تطويرها بالله تعالى. ونرجو أن يكون ذلك بالله تعالى أن تسمع أن تنصت الإدارة لذلك وأن تأخذ مقترحاتنا ورؤيتنا بعين الاعتبار، وإذا فعلت ذلك بالله تعالى ستتطور الحالة بالله تعالى وسنتقدم إلى غيرها من المشاكل والمطالب المطروحة للطلاب الموريتانيين، ونعتبر المشكلة التربوية المشكلة الأولى والأساسية للطلاب التعليم. خصوصا عندما نتحدث عن المخرجات أنه هناك إشكالات متعلقة بين الموائمة بين المخرجات وسوق العمل. صحيح، هذه مشكلة معوق حقيقي للتعليم العالي الوطني، وإن كان بتفاوت في بعض المؤسسات مخرجاتها مقبولة وتتناسق مع سوق العمل وطلابها يجدون فرصهم في سوق العمل، لكن أغلب التخصصات في الجامعة للأسف في انفصام تام بين ما درسوه الطلاب وما يطلب في سوق العمل. هذا ظلنا نطالب طيلة هذه السنوات بتحديث المناهج الدراسية، كانت نقطة بارزة وثابتة في جميع عرائض المطلبة طيلة هذه السنوات. نرجو أن تكون الانتخابات فرصة لطرحها عن قرب ونقاشها مع الجهات الوصية ونقاش رؤيتنا لها بإذن الله تعالى عن قرب نتاع مع الجهات الوصية. نعم، طبعا الانتخابات من الفترات اللي تطرح فيها المشاكل بقوة ويبرز فيها الإشكال المتعلق بالنقاش داخل الحرم الجامعي، وهذا بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي على وعي الطالب أولا بهذه المشاكل، وهو أيضا مشكلة من المشاكل المطروحة من ناحية الوعي من ناحية خلق هذا الإحساس. طبعا كما شهدت كما هنت في بدايه الطلاب الموريتاني على هذه الانتخابات، لا انسى ان اشيد بدور الانتخابات ذاتها في توعيه الطالب، حيث ان تحولنا في اسبوع واحد الى واقع جديد يبحث فيه الطالب عن النقابة التي تمثله، عن النقابة التي يجد لها برامج انتخابيه تمكنه من الاقتناع بها وتصويت لها. وكنا في الاتحاد الوطني قدم النقابه اظنها النقابه الوحيده التي قدمت برنامجا انتخابيا طموحا يحمل مجموعه من العناوين في المجال الخدمي والمجال الأكاديمي والمجال الإداري والتربوي. كانت لدينا مطالب كثيرة وطموحة في جميع. ما هي أبرز هذه المطالب؟ في المجال الخدمي أولا إعادة النظر في اتفاق شركة النقل وتطوير النقل وحل مشكلته المزمنة الحقيقية والمركب الجامعي الجديد، وكذلك توفيره للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمعهد الجامعي المهني وتوفيره لجميع مؤسسات التعليم العالي، أيضا تحسين الخدمات الجامعية، توسعت المطعم الجامعي، توسعت السكن الجامعي بما يتواءم مع عدد الطلاب المسجل الحالي في وزارة التعليم في جامعة نواكشوط. فيما يتعلق بالجانب الخدمي الأكاديمي كان أبرز مطالبنا هو تعميم الماستر على جميع المؤسسات وفتح تخصصات جديدة بالنسبة لليسانس، إعادة هيكلة بعض الكليات، إعادة تحديث أو تحديث منظومة المقررات في جميع المؤسسات التعليم العالي. نعم، هناك أيضا سؤال ونقاش دار حول المؤسسات الأخرى التي لم تجرى فيها الانتخابات. نعم، لازلنا رغم أن شاركنا في الانتخابات والحمد لله فزنا بها بفارق مريح، ما زلنا نطالب ونشكر الجهات المعنية هنا على تفعيلها لقرار تمزيل الطلاب وإجراء هذه الانتخابات.
ما زلنا نطالب بإجرائها في المعهد العالي المهني للتعليم التكنولوجي في روسو الذي أعلن عن الانتخابات، وفي الاتحاد الوطني قدمنا ملفا ترشيحا فيها، لكن تفاجأنا بأن الإدارة أغلقت موضوع الانتخابات بشكل تام وغاب الحديث عنها في الفترة الأخيرة. لا نعتبر الإدارة لم تقدم لنا أي مبرر منطقي، ومن هذه المبرر نطالبها بتفعيل القانون وإشراك الطلاب وتمثيلهم وإجراء الانتخابات التمثيلية في مجلسها، كما أن أيضا نستعد هذه الأيام في الاتحاد الوطني للمشاركة في انتخابات المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، ونطالب أيضا بإجراء الانتخابات في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وجامعة العيون الإسلامية وتمثيل الطلاب في هذه المجالس. نعم طبعا ربما هناك أيضا نقطة مهمة تتعلق بالوعي بأهمية مشاركة الطلاب، لأن الطالب في النهاية هو المستهدف بالعملية التربوية، وما دام لم يشرك ستكون هناك قرارات فوقية يا صاحب التعبير. طبيعي، هذا هو ما جعلنا نطالب في الاتحاد الوطني طيلة هذه السنوات، صوتنا الوحيد الذي كان يطالب ويزعج الجهات التي وتلك الايادي التي تابى لتعليم العالم يكون تعليما ديمقراطيا، ان تكون هناك ديمقراطيه حقيقيه للتعليم العالمي، يكون هناك اشراك للطلاب ويكون هناك تمثيل لهم في المجالس ويكون هناك حضور ونقاش للطلاب وفي المجالس الاداريه. طبعا نرى ان هذه العمليه انها ضروريه جدا وانها مضمنه في منظومه التعليم العالي الوطني، وانه يجب ان تكون هناك تمثيلا للطلاب ويكون هناك اشراك لهم، ونعتبر هذا من 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 مما يخفف من مشاكل التعليم العالي الحاليه، حيث ان الطلاب مشكل قوي وهم مستهدفون بالعمليه التربويه، ويجب ان يكون لهم ايضا بمستوى من الوعي والنضج والتجربه تسمح لهم بان تكون لهم مقترحات متميزه وفاعله في تجويد منظومه التعليم العالي بشكل عام. نعم طبعا نعلم ان الانتخابات تم تعطيلها فتره سابقه، ولكن هناك تجارب سابقه للاتحاد ولغيره من الاتحادات في هذه الانتخابات، وحتى هذه المشاركه في المجالس، مجالس الكليات والنقاشات الدائره. ما اهم الخلاصات في هذه التجارب حسب اطلاعك؟ طبعا اهم هذه الخلاصات ان الانتخابات الطلابيه مكسب للنقابة الطلابية ومكسب للطلاب، وأنه عامل أساسي في حل جميع المشاكل الطلابية، وأنه وعامل دفع بحل المشاكل المطروحة، وعامل دفع بإصدار أو إنشاء مقترحات نابعة من الطلاب، مقترحات تمثل الطلاب وآراء الطلاب حول بعض الإجراءات التي تعمل الإدارة إلى اتخاذها، وأنه أيضا إشراك للطلاب في على الأقل أقل إيجابياتها أنه إشراك الطلاب في القرارات التي المستهدفون بها على الأقل. هل يمكن تجاوزهم أحياناً بعض اللقاءات بعض الأنشطة؟ لا أظن ذلك. في الاتحاد الوطني طيلة هذه الست سنوات ظللنا غير ممثلين قانونياً في المجالس، لكننا ظللنا ممثلين بشرعية الواقع وشرعية الميدان، نفرض أنفسنا على الإدارة ونفرض صوتنا على الإدارة وإن كان بطرق غير شكلاً غير 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 تدارس قانون. نعم، ان كانت من ناحيه شكل غير لم تمر عن طريق المنظومه الاداريه المعتمده والنص القانوني، الا ان ظلنا نفرض انفسنا على الاداره كشريك حقيقي وكممثل للطلاب حقيقي ويدافع عن الطلاب، حتى ان الادارات كانت تعمد الى استدعائنا في كل المشاكل المطروحه، لكن بشرعيه الواقع وشرعيه الميدان. نعم، ايضا فيما يتعلق بالاشكالات المتعلقه بمستقبل هذه الانتخابات، هذه التجربة مثلا كتجربة بعد انقطاع فترة ماضية، نفتخر بالاتحاد الوطني بكون هذه التجربة، هذه الانتخابات الحالية مرت بالتنافس إيجابي بين النقابات الطلابية، وأن مستوى التنافس كان قوي جدا بيننا وبين النقابات الأخرى. شاركت خمس لوائح في كليتي القانون والاقتصاد وكلية العلوم والتقنيات، وشاركت أربع لوائح في جميع المؤسسات الأخرى. كان مستوى التنافس قوي جدا، كانت جميع الطلاب ممثلين في الانتخابات، انخرط جميع الطلاب في الانتخابات، عبات النقابات بشكل مريح، وأجرينا الحملة في جو أريحي، جو نعتبره أهم مكسب فيه هو بعد الانتخابات طبعا إعطاء الطلاب لنا ثقتهم وإيصالنا بنسبة مريحة للمجالس. أيضا نعتبر الوعي الذي أفرزته هذه الانتخابات كان مكسبا كبيرا لنا في الاتحاد الوطني الثانية، ونعتبرها تجربة مهمة جدا وإضافة مهمة للجيل الحالي في مؤسسات التعليم العالي الوطني. شكرا جزيلا لك مسؤول الكليات المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني طلبة موريتانيا محمد يحيى محمد المصطفى. شكرا وصولكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.